بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مصطفى رأفت. في الفيديو ده انا هعمله هنشرح طريقة تسطيب بلجن سينجينج بارتيكلز 6 في 3 دي ماكس 2015 و 2016. هتقولي انا فعلوكو البلجن ملف مضغوط، هنفك الضغط عنه هيطلع لنا الملفات دي. طبعا هو الديفولت بتاعه على 3 دي ماكس 2016، احنا هنشرحه ازاي نعمله 15 و 16. نوصل ل 16 متمشيش معايا الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي دي. وانا لو انت شغال على 3 دي ماكس 2015 زيي، هتغير كل المسارات دي بدل 16 تعملها 15. كل اللي هنا دول تخش على الملف ده هتلاقي 2016 تعملها 15، ودول هتلاقيهم برضو 2016 تعملهم 15، وتمشي بقى مع الخطوات اللي جايه دي. تاخد الملف دوت كنترول سي لو انت ماكس 15 او 16، وتروح للمسار دوت، تروح للمسار المسار ده بلاجن سي اف جي وتروح حاطه. بعد كده تطلع سكريبتس ستارت اب وتروح حاطط الملف دوت. بعد ما تخلص كل الخطوة دي تروح داخل على دي مسطبها. بعد ما تسطبها تروح داخل على ملف كيبس اللي احنا غيرناه، تاخده كده كوبي وتروح على سي يوزر بابليك دوكومنتس وتحطه هنا. عملنا كل ده تمام، نيجي على الكراك نمسك الملف ده نسطبه. تمام، هنسطب الملف. بعد ما نسطبه انا ممكن اعمل لكم الخطوه دي عشان الخطوه دي اللي فيها الفكره كلها. انا همسح السيلفر واسطبه من اول وجديد عشان اوريكم. عشان بس افهمكوا ازاي الطريقة، تمام انا مسحته. نبتدي بقى طريقة التسطيب بتاع الكلام. نفتح الملف ده، تمام اتسطب. هنلاقينا سهل هنا كيبس، نفتحه run as administrator yes، نختار دي، نملى اي بيانات اي بيانات كده هنا، نفتح الكراك، نفتح الكراك برضو run as administrator اهم حاجة دي، نروح نسخينه نحطه هنا add request. نسمي اي اسم، نروح قافلين السيلفر، برشمين السيلفر من التاسك مانجر اي بي من التاسك. بعد كده نروح مستوردين الملف اللي احنا عملنا له ريكوست ده مكان نزوله برضو على الديسك توب، ندوس على كلمة كراك، نروح للمسار ده اول. بس قبل ما نروح له نقفله، ما نخليناش فاتحين المسار ونروح له عشان ما صدرناش ايرور او حاجة. بروجرام 86 كيبس اي بي كلامب اوكي، بس كده تمام جنريت. شكرا. نفتح السيلفر برضو ران اس ادمنستريتور، ما نختارش هنا حاجة عشان كراك هو اللي هيظبطها.
ساكسين تمام كده اشتغل معانا. انا قبل تفعيل الكراك في جزئية مهمة نسيت اقول لكم عليها، جزئية مهمة قوي. شايفين الامر دوت بيقول لك روح للسي، ايه المسار دوت اللي هو هنروح له دلوقتي، ليه ده هو سي يوزر ابلكيشن داتا لوكال اوتوديسك 3D ماكس، وتخش تفتح المفكرة تعمل سيف اس بلاجن، تكتب الامر بلاجن دوت اي ان اي سوري اي ان اي، وتسيفه على الديسك توب. وبعد ما تسيفه على الديسك توب هتروح حاطط في الامر دوت، تاخده كده كنترول سي تروح حاطه هنا. لما احنا شغالين بمقص 15 هنخليها 15، وتروح مسيف. وبعد ما تسيف تروح حاططها في المسار دوت اهي زي ما انتوا شايفين. بعد ما تعمل الخطوة دي هتروح واخد الأمر برضو ده هو هو تاني كنترول سي، وتروح على سي بروجرام فايل اوتو ديسك 3D ماكس اللي هو ان يو اس، هو فين اي ان يو اس بلجن اهو، هتروح نسخه هنا تاني. انا نسخه هتروح انت نسخه هنا تاني. ما عندكش لو ما عندكش الفايل دوت برضو تعمله بلاجن دوت اي ان اي، وتروح حاطه وتروح حاطط في الامر دوت وتقفل سيف. بس كده تمام خلاص خلص. نفتح بقى نمسح دول نفتح بقى 3 ماكس 15. اهم حاجه الحته اللي انت بتنقله الملف اي ان يو اس، عشان انت في التفعيل بتاع البرنامج مش هتلاقيه مديك الحته ديت، وهتلاقيه بيقول لك خده دوت اللي احنا نقلناه في الاول اهو اد بلاجن اي بلاجن دوت اي ان اي فايل لوكيشن اللي هو في الابلكيشن داتا. مش هيقول لك الحته بقى بتاعت الاي ان يو اس دوت، عشان انت لو ما عملتش هتحصل لك ايرور البلاجن مش هيشتغل معاك. وبعد كده بقيت الخطوات العادية قلنا ده يتحط في المسار ده وده في المسار ده، وملفة الإكزامبل دي حطها دلوقتي في المسار بتاعها، وقلنا الملف اللي هو كيبس ده برضو نغيره احنا زي ما احنا عايزين ماكس 15 ولا ماكس 16، ونحطه في ال سي يوزر بابليك بابليك دوكمنت. وطريقة الكراك انا دي كورتين وريتكوا ازاي تعملوا الكراك والسيرفر ده تشغلوا اهو، بصوا هتلاقوه تمام يفتح معانا سي دي ماكس تمام مفهوش حاجة. تعالى بارتيكل سيستم سينجنج بارتيكل تدوستك بروبرتس، مبروك عليكو البلاجن ماكس 16 ماكس 15 اهو. مثلا جوب جروب دي الديناميك سيت، طبعا هو البلاجن شغله صعب صعب بس في نفس الوقت بروفيشنال قوي. شكرا على متابعة الفيديو.